طبعا الاثنين زدوا كوارث كتير بهالمرحلة هيدي، ولكن نحن هلا مفلسين والتفليس صارت منذ بالتدرج من وقت طويل، حتى ل 2016 بلشت تبين بالهندسات المالية، وصلنا نحن على الفينش. كمان ضليت تتفاخم أكثر، لذلك عم نطالب التحقيق الجنائي لنعرف ليه صار. مش عم نتهم حدا، بس ما نشوف شو هي الأسباب. يمكن تكون الأسباب حتمية صارت، ويمكن يكون في حدا كمان كان فاسد فيها. ليش يضلوا الناس يقولوا فلان وفلان وفلان؟ ما في غير التحقيق بيعمل براءة الذمة أو بيتهم. لذلك عم نحكي بشكل عام نحن، بس ليه عم بيوقفوها؟ هيدي اللي مش عم بفهمها. وكيف بدنا نعمل إصلاح مالي ونحارب الفساد إذا ما عرفنا، ما عملنا التحقيق وعرفنا أسبابه، وإذا حدا عامله نعرفه كمان حتى نزيحه؟ هيدا أهم شيء.